مساء الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم OR يلي بيزودكم بمعلومات مبسطة عن مختلف الحالات المرضية الشائعة. ومو بس هيك، مثل ما عودناكم OR بيساعدكم بتوفير العلاج للحالات الإنسانية اللي بتتطلب العلاج الجراحي فقط. طبعا للتواصل مع البرنامج بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر بريدنا الإلكتروني or@orion-tv.net. بذكر مشاهدينا الكرام أنه بإمكانهم المساهمة بدعم علاج الحالات الإنسانية من خلال التبرع لمركز الإحسان الخيري بعجمان على حساب المركز ببنك دبي الإسلامي الظاهر قدامكم على الشاشة. بسرني مشاهدينا رحب بالبروفيسور سمير السامرائي، أخصائي أمراض المسالك البولية والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. مساء الخير حكيم. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا. العقم أو تأخر الإنجاب مشكلة طبعا صحية ذات تأثيرات نفسية واجتماعية. بروفيسور، البداية شو هو المقصود بالعقم؟ يعني تعريف العقم يعني هو عدم القدرة على الإخصاب في خلال سنة واحدة أو خلال السنة الأولى من الزواج رغم ممارسة الحياة الزوجية والجنسية بصورة طبيعية وبدون استعمال أي موانع للحمل. يحدث الإخصاب عند الرجال طبيعياً في حوالي 25% في أول 3 أشهر، وبعد وخلال 6 أشهر يحدث 75%. وبعد مرور سنة يحدث إخصاب 85% إلى 86%، المتبقي هو عقم أو تأخر في الإخصاب من جراء أسباب عضوية مرضية أو اختلالية خلقية. ونتطرق عليها بعد ما نسأل. طيب العقم بروفيسور قد يكون بسبب المرأة أو الرجل أو الاثنين يعني معا، شو هي الأسباب التي تؤدي للعقم عند الرجل تحديدا؟ إحصائيا نسبة عقم الرجال تكون 30% ونسبة عقم النساء 20% من هذول 15%. الأسباب الرئيسية للعقم عند الرجل هي تلف وعطب واختلال في تكوين الحيوان المنوي نفسه في داخل الخصية، يعني تغيرات مرضية في كميته، في تكوينه، في فعاليته لتخصيب البويضة. هذا السبب الرئيسي يحدث من جراء أمراض أو اختلالات في داخل الخصية، وأهمها ويجب أن نذكرها بداية منذ الولادة. أول حدث يؤدي للعقم عند الطفل أو الرضيع إذا كان عنده احتباس في الخصية في أول سنة. إذا لم تنزل الخصية إلى الصفن في خلال هذه السنة يجب أن تعالج جراحيا وتنزل إلى الصفن. هاي الأهل بقى لازم ينتبهوا عليه، لأن هذا السبب في الخلل هو تحفيز جينات بتؤدي إلى برمجة إعدام أو يسموها الانتحار الذاتي للخلايا هذه، وينمو هذا الطفل إذا لم تحدث الجراحة له، ينمو كعقيما وتكون نسبة يعني إنجابهم هؤلاء 9 إلى 8%، وال92% ما ينجبوا. هذا خلل كبير، كثير خلل في داخل الخصية. هلأ في خلال مرحلة الطفولة اللي الخلل اللي يؤدي إلى العقم هو إصابة في نكاف الخصية في خلال الطفولة، وبعد بلوغ سن الرشد وفي يعني والبالغين في سن الرشد والقابلين للزواج توجد هنالك عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى، وأهمها هو في أمراض معينة، في أمراض مثلاً. وأهمها وأكثرها انتشارا ب40% هي
دوالي الخصية. نعم. ودوالي الخصية هي عبارة عن توسع بالأوردة الخصيوية المسؤولة على نقل الدم الوريدي والذي يحمل مواد أيضية بقايا ومواد سامة من الخلايا وينقلها إلى داخل الجسم لكي يتسنى للجسم أن يتخلص منها. في حالة الدوالي تتوسع هذه الأوردة ويكون ونوجد هناك نقص في أو خلل في نقل الدم الفاسد بالسرعة الكافية إلى الداخل، إذن يتبقى فترة أطول على الخصية. وبما أن الفسيولوجية عند الخصية هو يجب أن تكون درجة الحرارة أقل من الجسم بدرجة ونص إلى درجتين، الدم الوريدي حرارته كحرارة الجسم، إذن يحدث خلل في طيب. في تكوين الحيوان المنوي من جراء ارتفاع درجة الحرارة. هذا واحد. طيب حكيم، يعني ولو أحيانا بعض الأمهات بيخافوا كثير على أطفالهم الذكور طبعا من ارتفاع الحرارة المفاجئ، فشو الإجراء المعين مثلا لما بترتفع حرارة الطفل مثلا في حالة الحمى؟ في حالة الحمى شو ممكن تعمل؟ لأنه بيقولوا بتأثر سلبا. في الحقيقة عند الطفل الرضيع إذا ارتفعت درجة الحرارة حمى وعولجت في خلال فترة قصيرة لا يوجد هناك أي تلف للخلايا الخصيوية المسؤولة على تكوين النطف. هذه من ناحية. بس الحرارة نفسها عند الشاب أو البالغ بالسن يجب أن تكون درجة ونص إلى درجتين أقل من الجسم. إذا ارتفعت من جراء الدوالي وعدم جريان الدم الفاسد بالسرعة الكافية ترتفع درجة الحرارة وتؤدي إلى تلف في الخلايا اللاذكية المسؤولة والسرتولية المسؤولة على تكوين النطف وإعطاء الأوامر بنضوجه. وهنا طيب. توجد علميا يعني البحوث العلمية أثبتت بأنه هنالك البرمجة الذاتية للجينات المسؤولة على الموت المبرمج لهذه الخلايا الجنسية. طيب حكيم، من الرسائل اللي اجتنا عبر البريد الإلكتروني أنه أنا رجل بدين ورغم مرور 3 سنوات على زواجي إلا أن الحمل لم يحصل عند زوجتي. عم يسأل الأخ محمد، هل الوزن علاقة بهذه المشكلة وبماذا تنصحه؟ نعم، السمنة بصورة عامة والخلية الشحمية التي تزداد وتكثر من جراء السمنة وخاصة الحشوائية ما بنسميها بالكرش، هذه الخلية إلها مضارها الخاصة على الخلية الخصيوية اللاذكية المكونة للهرمون الذكري. وبما أن الهرمون الذكري مسؤول له وظيفتين، الوظيفة الذكرية والوظيفة يعني تحفيز تكوين الخلية الجنسية، فإن أي قصور في الهرمون الذكري يؤدي إلى العقم أو تغيرات أو في تكوين الحيوان المنوي أو تأخر أو توقف في تكوينه في المراحل طيب. الأولى أو الأخيرة. مشان ما نطول على محمد معنا من سوريا، مساء الخير يا محمد. مساء النور يا هلا. تفضل محمد، الحكيم سمير عم يسمعك، تفضل. كيفك دكتور سمير؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا. دكتور أنا في معي دوالي من الدرجة الثالثة بالحبل المنوي اليسار، فعم يسبب لي وجع فظيع وقت اللي بلعب. أنا بلعب فوتبول وما نصحوني إني أعمل عملية مشان بالمستقبل قال بيأثر على الإنجاب. ما نصحوك هذا محمد؟ هذا غلط. ما نصحوك تعمل العملية؟ بالضبط، ما نصحوني أعمل عملية. في منهم نصحوني وفي منهم لا قال بتأثر. هل أنت متزوج؟ لا مو متزوج. فحصت السائل المنوي؟ فحصت، طلع معي 3 درجات. كان طبيعي؟ كان طبيعي؟ دوالي الخصية اليسار طلع معي 3 درجات. لا 3 درجات. تحليل السائل المنوي كان طبيعي؟ حللت. ايه طلع على 50 مليون هيك سوي. والحركة؟
ما فهمتني هو يأثر على الحركة، الدوالي بتأثر على الحركة مو على الكمية، وبعض الأحيان على الكمية إذا كانت درجة الدوالي عالية، لأن الحرارة بتوقف تكوين الحيوانات المنوية في مراحل وتقلل من حركتها، لأن هناك مواد بتأثر ومواد سامة موجودة في الدم الوريد الموجود تؤثر على الحامض النووي المسؤول على الحيوان المنوي في رأسه وفي حيويته، ويتكسر هذا الحامض النووي. شو الحل بالنسبة للحل؟ الحل يجب أن تقلع هذه الدوالي، يجب أن تقلع.